قالت وزارة الإسكان إن إجمالي عدد الاتصالات التي وردت إلى مركز الاتصال للخدمات الحكومية لخدمة المواطنين بلغت نحو 12633 اتصالا خلال شهر فبراير الماضي، وبلغ مستوى تقييم خدمات الاتصال وفقا لتقييم المراجعين 94%، وبمعدل سرعة استجابة للمكالمات بلغت 19 ثانية. وأوضحت الوزارة أن استفسارات المواطنين تركزت على التوزيعات الإسكانية التي تقوم بها الوزارة تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وكذلك على برنامج السكن الاجتماعي مزايا وأخرى تتعلق بخدمات التمويل التي تقدمها الوزارة وغيرها. وأضافت الوزارة أن جهودها مستمرة لتعزيز قدرات مختلف الوسائل وقنوات التواصل معها، وذلك تعزيزا لخدماتها ولضمان تحقيق رضا المواطنين بشكل دائم.